السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الإعدادات الخاصة ببرنامج ريال تايم لاند سكيب أركتكت، وده برنامج متخصص وجميل جدا في بناء الحدائق والمباني. طيب هاجي هنا مثلا من البرسبكتيف، تقدر تلف المبنى زي ما انت عايز، تقدر تعدل، تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز، أو تحدد جزء معين وتدوس عليه بحيث إن هو يعمل لك الزوم بتاعك. البلان بتلاقي الخاصية اللي هي زوم تو ريكتانجل، انت تحدد جزء معين يبدأ يعمل عليها زوم. وطبعا هتلاقي الأوامر المعتادة من كات وكوبي وبيست. طيب لو انا جيت هنا وقلت انا عايز ارسم مبنى مثلا بالأبعاد ديت، ممكن في أي لحظة تيجي تقول له ايديت بروفايل وتعدل النقطة زي ما انت عايز، ممكن تعمل انسيرت النقطة، ممكن تعمل ديليت للنقطة ديت لو انت حابب، ممكن تقول له انا عايز اغير الكورنر. تمام، ممكن تخليها تغير فيها زي ما انت عايز. ادوس مثلا على شيفت وابدا اسحب اهوت بالشكل دوت. طيب خلينا نبدا ندخل في الاعدادات. فجينا في سيتنج وهقول له انا عايز البروجرام سيتنج. هنا بنختار وحدة القياس بحيث ان انت لما تقيس اي حاجة يبدأ يجيب لك المقاس اللي انت قيسته ده قد ايه. تمام، يعني ممكن مثلا تكون عايز تعمل 3D dimension من هنا لهنا. تمام، فوحدة القياس بالبوصة مش مفهومة. تمام، اقول له بروجرام سيتنج واقول له انا عايز ارسم دي المتريك، فيغير لك وحدات القياس دي المتر. تمام، طيب بعد كده ممكن تيجي في سيتنج بروجرام سيتنج هتقول له الجرافيكس، الجرافيكس كواليتي، هل انت عايز كواليتي عالية واطية وهكذا. في الوك ثرو هتشتغل بأني محرك، الباك اب عايز كام باك اب، او هتاخد باك اب مثلا كل 10 دقايق، والفولدر اللي هتاخد فيه باك اب قد ايه وعددهم قد ايه. اليوزر انترفيس عايز الواجهة هنا تبقى لايت ولا دارك، هايلايت اوبجكت اندر كروس او متعلم حاجه يبدا يعمل لها هايلايت، الزوم في الماوس، بعض الاعدادات اللي تسهل الشغل. سيتنج وممكن تقول له انفايرمنت سيتنج، يعني هنا بقى بنختار السكاي ستايل، كل الاشكال دي تقدر تختار منها زي ما انت عايز. وبعد كده تختار لو في بالليل في مون يبقى كامل ولا نص، ولا الوقت عايز يعني وقت. تمام، فتقدر تختار ميد نايت مثلا، هتلاقي بدأت تبقى سودة بالشكل دوت، وتقدر تختار حجم القمر بشكل أفضل. ده هنا السكاي لاين اللي هو الحاجات ديت، ممكن تيجي هنا تغيرها أو تختار حاجة مثلا بالشكل دوت. خلينا نختار مثلا، تمام، السايز بتاعهم تقدر تتحكم فيه، الأنجل تقدر تتحكم فيها برضو. هنا تقدر تختار الفصل اللي انت هتشتغل عليه، ده بيبان لما تيجي تعمل رندر في الآخر، تشتغل في الصيف ولا في الشتاء ولا فين. هنا الريال تايم، سرعة المشي لو انت بتمشي، الرن سبيد، سرعة الرياح، الساوند فوليوم لو انت عايز تختار صوت معين. تمام، هو تقدر تختار أي صوت انت عايزه. تقدر تعمل امبورت للساوند اللي انت عايزه، تقدر تعمل لو في فاير يبدأ تظهر الايفكت بتاعه. وهنا الورق الشجر نفسه يبقى نازل كده بشكل حلو، طبعا لازم يكون نوعه الترا ريس بلانت. تمام، في انواع كتير، هو ده النوع الوحيد اللي هي تظهر معاك شكل الورق كده وانت صوتها حاجات جميلة يعني. فزي ما انت شايف البرنامج جميل ولذيذ وتقدر تتحكم فيه، وده اللي هنشوفه برضو الدروس اللي جاية. تقدر تعمل سيلكت عليه وتقول له مثلا كوبي، وتيجي في اي مكان تقول له بيست. تمام، او تحدد المكان نفسه وتحط بيست جواه مثلا. تقدر تعمل سيلكت وتقول له انا عايز بيست امبليس، فيبدا يحطهم في نفس المكان كأن هما مبنيين مش مبنى واحد. تقدر تعمل موف، تقدر تعمل روتيت للشكل بتاعك. تمام، هتلاقي امكانية برضو ان انت
تلف الانجل بتاعتك لين. تقدر تغير السكيل بتاعك، تقدر تعمل موف، تقدر لو تعمل سكيل كده تقدر تلف تعمل روتيت، تقدر تنقل. ففي إمكانيات ظريفة وبتسهل الشغل عليك.